سلطان كجود إيه سلاطين تسومالي اللي أنفرد جي سنية هاي برجة قبل كسناج أيا جنف ككل في طيفرين عصوب أول دون يين لقفر أم قالة عيركابو هل كايدين عكلنا دقال أولام بحسني صوف وصارتي هو انتي مقالة الله سعانو دمدوين كي وقدم بيسي كسو دردوري سوهدين تاي قبل كالصول إيا سناج اسكاقلان أفطوب كرد عيو سيوين براها برشاد اللوغو فافيي محاكا جره وربحين تاي أننا واحين كسو كوبي دونا قرشياشا وكهر يمي سلدان كقود إيا سلاديين تا سومالي لان إيا قضبكالي سلطان عبد السلام سلطان محمود علي الشريه ايا كهر يمي قرشي اي تيهين قرادادا باريغا سول اولا دونا اي انفرون عصوب لغا غفرو مغالادا عيري غابو اي حارون تا قبل كسناك وحانا او سعاد اوغا دورتاي نبت قليادا اي حاسلوني دا هالكاسي كتير تاه تاسي درتيدنا غنفكا ايو كدفتاي قرشي اي دونا يين او دارنا باريغا قبل كسناك اي مغالادا لاسعان او دين اي نقدان قوبو نبت قليادا كعاقن حسي اشي سلطان كان ايا وحاو شاكي إن دادك ديگان كيسو وقت كان حادر كآآنا ديار وحاي نبت قليو خورلي وطاقن لباكون يصدح يلاباتن بيلاها باريغا سناق او لغو يقانو فرسام سعود كأي سياسة دقابو ايانا وحا او اشيغي إن اي كاقايب غلاان ميشي اي دونيان هسي يشي نبت قليو اي حسلوني دارو خورلي آآنا كأبورين ديگان مدود إلا ورادية هوسي او اي ورباهين تحقوقال هشي ايانا وحا اي شيغي يان انو سلطان كاكاني او باقاي دالين يارو كتاكتاي مغالا دالاس عانو دي حارون تا قبل كسول كواسي او غايب كان نغون ربي حيساد ده هالكاسي كتاك نيت سدح دي بلو دي او قدن بيسي سلطان عبد السلام اي اي هوري او كل مين مغالا دا عيري قابو مدحوين هاچموريا دا سومالي لان اساق ايو ديگان كيسو هالكاسي او اي كو غارين هشيسي وحكو اولا او اي غايبه بدنا حكومة دا سومالي لان فلوسي سلطان كان او سوين لوغا احترامو ديگامدا سومالي لان ايا وحا او كسو هرچيستي حسيلوني درو لغا ابورو باريغا قبل كسناك سيدا او كالي مايركا قبل كسناك اسماعيل حاج نور ايا اساقونا وحا او ديگنين كما دنبايسا سيي دغدغا كسو عدي سودين تا اسكسو غلاان قبل كسول ايو قبل كسناك هالكاسي او اي اباب الهوسي كاودين غرادة دا باريغا سول او مدوين كيو قدن بيسكو هاولانا خلخل قلين تا نبت قليا دا باريغا سومالي لان سولka gobolka Sanaag na waxaa laga afduubay gaari hase yeeshee markii dambe waa laga heshiiyay sida ila wareediyadu u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal halkaasii oo si weyn baraha bulshada loogu buunbuuniyay lana sheegay in 4 nin oo deegaamadaasi kasoo jeeda laga afduubay hase yeeshee warbaahinta xogogaal oo dabagal dheeraad ku sameysay warkaasi halka uu salka ku hayo ayaa waxa ay soo ogaatay in waxba kama jiraan yahay gobolka Soolna waxaa soo food saaray dhaqaale la aan baahsan huwantii muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasii ku soo durduraysay iyo ciidamada maamul goboleedka Puntland Soomaaliya kuwaasi oo intooda badan dib ugu noqday magaalada Garoowe iyo fariisimadoodii iyada oo la arkayay shakhsiyaadkii baraha bulshada sida weyn wax ugu faafin jiray oo ku sugan magaalada Garoowe halkaasina ka sameystay fariisimo magaalada Lascaanooda ayaa laga madhdhaaminayaa inay nabadgelyadu ka soo reeyso iyadoo xukuumadda Soomaaliland ku bixinaysa dadaalkii ugu badnaa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.